جاج. ننتظر واحد الجماعة، واحد من الجماعة اللي كانوا معنا راح له ضاع له البورطاب، كان يتصور وطاح له، حتى شعل تمشى واحد 2 كيلومتر ولا 3 عاد باش عرف بلي البورطاب طاح له. هي دار كاع دومي تور، ها هو راهم جايين. هايا قارعوا شوية أحداث حلقة اليوم تاع خرجة لافوري مسيلة مع يوسف. هو يديتيكتي حاجة من تروح ولا تضيع. هاوادين وصلوا كرطابه مدا الآخر، هاوادين وصلوا المهاجرين. ربي طاح يوسف. كمل ربي شويه تحت، الشيطان وسوسي في عقلك قال لك غلط، حاول يولينا قبل خليتونا. والله هذه عارف على فطيته، الشيطان ضرب لي في عقلي بلي غلط. علاه طريق وحده شا وين نديتو يا ودي؟ الله وش كل يلقى تليفون نتايا وقيتا كنت طالع في الروندوني. ما لازمش تمشى مع وحدك، وكذلك ما لازمش تخرج على المجموعة، لأن الهدف تاع الخرجة تاعنا هو التأقلم مع المجموعة. ولا كاش حاجة صرات لك واحد يروح لازم يكون ثلاثة فما فوق. خرجة الجمعة كانت من أجمل الخرجات والتجوال الذين نقوم به، حيث كان مزج ما بين جمال الطبيعة و المشتركين، وكذلك اكتشاف وردة الأوركيدي. الأوركيدي بالمعنى وردة السحلب المعروفة بجمالها الفائق. النصيحة الثانية اللي نمدوها لكل مغامر أو لكل من يحب المشي على أقدام في الغابة أو في الشواطئ أو في أي منطقة، أن يكون له معدات التجوال وأكثرها ساكادو شوسيغ دو لا روندوني، سواء كان في البيفواك تخييم أو في منطقة أخرى، ويكون له ألوان زاهية، يلبس ألوان زاهية تكون مخالفة على المنطقة اللي غادي يروح لها. تجوال هذا الجمعة كان من غابة المسيلة الموجودة في بوتليليز ولاية وهران، إلى الخروج إلى منطقة جبلية تؤدي إلى الفيلاج تاع العنصر. وهذا التجوال كان مدته يوم كامل، وبدأنا الروندوني تاعنا من 9:30 إلى 5:00. وكذلك التجوال كان فيه مسافة 12 كيلومتر ذهابا وإيابا، وكانت من منطقة ألف وصول إلى منطقة داء. والحمد لله فاتت هذه الروندوني على أحسن ما يرام في أجواء ممتعة، اختلطت ما بين المشي على أقدام والمرح وشرب الشاي كما عودنا كاع المشتركين اللي يجوا معنا. نخليكم تكملوا هذه الخرجة بهذه المناطق الجد الخلابة والجميلة. C'est la forêt du Liège. Naya, on est toujours à la forêt de Msila, où il y a le côté où ils déroulent la collecte à le Liège pour plusieurs productions, comme les semaines, les murs. Thank you.
روحك راك دير نبال غوندوني كما راك تشوفو. واو نجرو شوية حق الجروب هاراهم لي زوط من هيه. ساهم في إنجاح هذه الخرجة من حيث المساهمة التجوال وكذلك من حيث بدء روح النشاط وروح المجموعة ما بين الأفراد، حيث الخرجة تاعنا لا تكمل إلا بألعاب ترفيهية للمجموعة مثل لعبة لوغارو، لعبة بيمون بيكون، وألعاب تساهم في دمج كل المشاركين معنا. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش الجيم والبرتاج والإشتراك في قناتي صديق سميرة. إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو وديتوا معلومات ولو قليلة من هذا الفيديو. كل أعضاء المجموعة يشكركم على مشاركتي. كملوا لكم هذا الفيديو باهتساء كشاي في الغابة. مرحبا بكم معنا، ديما معكم سميرة إيكوتوريزم.